هتتظبط شويه، لكن صدقوني انا اللي بعت لي جمهور محمد فؤاد على النت قالوا لي ان هو عيد ميلاده 2012، وعشان كده عملنا في مفاجاه معانا دلوقتي. انا هسكت عشان تسمعوا احلى كلمه قالوهم الفنان الكبير محمد فؤاد. الو. الو يا احمد، والله انا ما عارف اشكرك ازاي. ده انا اللي بشكرك جدا يا عم، اللي انتوا عاملينه ده عاملين كتير جدا والله. يعني انا زي ما حكيت يا نجم ان انا جالي الطلب، انا الحقيقه ما معيش صوره البطاقه بتاعتك، يعني انا بعرف كواليس لكن مش لدرجه اعياد ميلاد وكده. لقيت جمهورك عارف عيد ميلادك ده، طلبوا من برنامج الوسط الفني ان نقول لك كل سنه وانت طيب. يعني انا بشكرهم، الناس بتحبك قوي. من خلالك يا احمد بشكرهم جدا، وبقول لهم كل سنه طيبين، ومصر كلها كلها مش ناقصه واحد، طيبه وخير ان شاء الله. ومش عارف اقول لكم، يعني انا يعني اللي انتوا بتقولوه ده شيء، يعني انا يا رب اكون استاهله بجد يا احمد بجد. يعني تستاهلوا بتعبك وعرقك ومشوارك اللي حاولنا في التقرير. رايك في التقرير ايه؟ والنبي يقول لي رايك كده، لحسن زبايننا عاملينه بحب قوي. اجمل ما في التقرير ده احمد ان احنا الناس عرفت احنا جايين منين، وتعبنا ازاي، وجايين من حواري مصر، وجايين من ناس من عائلات كافحت وعائلات غلبانه وملهاش غير ربنا في الحياه، وربنا سترها معاهم ووقف معاهم. ده اجمل ما يعني ما في حياة الواحد بيفتخر بيه، وبيحس ان ربنا بجد يعني كرمه بيه، مش اختبره بيه. يعني هو يعني الحياة صعبة طبعا على اي حد او على الطبقة دي، انما احنا بجد حبينا ربنا اكتر، ربنا واقف معانا والحمد لله، وربنا يقف مع الجميع ويقف مع الناس كلها، والناس اللي تعبانة وشقيانة في الحياة ربنا يقف معاهم. وانا بحبك يا احمد، لان انا سامع ان انت من الحي بتاع، طبعا انا بقول كتير، انا بتباهى بيك الحقيقه. وانت كنت صغير طبعا اكيد احمد بكتير. هقول لك، انا ما كنت بركب الميكروباص وبيطلعني من شارع ابراهيم عبد الرازق، كانوا عشان اطلع على جسر السويس، فكانوا يقولوا محطه النجم محمد فؤاد صعب صالح. حبيبي يا حبيبي يا ربنا يخليك يا احمد، انا عين شمس بتاع ابراهيم عبد الرازق ده، ياما مشيت فيه، ياما مشيت فيه، ياما مشيت وحلمت، حلمت ياما حلمت، وياما غنيت في الشارع ده وانا ماشي، وانا عندي 12 سنه و10 سنين ولا لا لا يا الحي عين شمسي ده، يعني انا مش عايز اقول لك والله العظيم بجد، بركب عربيه واستخبى كده واقعد الف، لان ساعات بشتاق بجد زي ما غنينا مش كلام. ايه رايك نعملها قريب مع بعض؟ يا عيني عيني يا احمد، اوريك بيتي برضه كده ونعيش حكايه. احنا مره استخبينا في اتوبيس انا والنجم، عيني الاثنين. عصام بيقول لك استخبيته في اتوبيس؟ ايه؟ عصام بيقول لك استخبيته في اتوبيس قبل كده؟ استخبينا كان عنده، هو كان عامل حاجه في كان الاميريه، كافيه كده، فالناس عصام من الاميريه وكان انا رايح له بيني وبينك، وقال لي هعزمك، انا بفتح مطعم وحاجه كده، عامل هو مشروع، فقال لي انا عايزك تيجي، ورحت له. مش عايز اقول لك عازم الاميريه والزاويه الحمراء، يعني نص مصر كانت هربنا في الاتوبيس فعلا، ما عرفناش نخرج غير باتوبيس هيئه نقل عام. جابوا لنا اتوبيس روح حاطيني فيه وجرينا الحمد لله. بتشرفني وبتشرف اي حد، بتشرف الدنيا، بتشرف الدنيا والله. ربنا يخليكم، انتوا اللي تشرفوا الدنيا كلها. انا بشكركم والله يا احمد بجد من قلبي، بقول لكم انا متشكر جدا، وانا ما بعرفش اقول كلام في الحاجات دي، لان انا مش متعود، يعني ايه اللي هو بيحصل لي حاجه غريبه كده، ما بعرفش اعبر عن. ممكن اقول على حاجه بس كده كواليس عرفتها، وبحاول ان انا ابين اكتر مين محمد فؤاد الانسان. طبعا تقييمنا ليك كفنان ده اخر حاجه ممكن احنا نتكلم عليها بتاريخك، لكن عايز اقول لكم يا جماعه بتتفرجوا عليا، ان محمد فؤاد جاله عرض ان هو يعمل حفله في راس السنه بره مصر بفلوس كتير، لكن ضحى بالجزء ده، وانا عارف ان انت هتحيي حفله داخل مصر. مش هسيب مصر، انا مش هسيب مصر لما مصر تقف على رجليها، و ده 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 يعني ده وعد انا واخده على نفسي، وعهد واخده على نفسي، ان فعلا مش هسيب مصر لما مصر تقف على رجليها وتبقى
في خير الخير ان شاء الله، ونطمن كلنا بعد كده يبقى لينا نفس نركب طيارات ونسافر وكل حاجه ان شاء الله. انا بختم معاك، طول ما مصر بالحالة دي وكلنا متوترين وخايفين عليها وكلنا شايلين همها، ما اعتقدش. والله بستشهد بيك دايما، والله اعلم بيقولوا لك في البرنامج ولا لا، لما قلت ما ينفعش حد يموت جوه البلد، اللي عايز يموت يموت على الحدود. مش عايز اقحمك في الكلام ده بعد اذنك، دي رغبتي، لكن رغبتي الاخيره لو حبيت تغني لمصر وانت بتختم معايا دلوقتي اغنيه من اغانيك. والله بص طالما اتكلمنا في مصر يعني خلينا انا في اللي انا فيه، عشان انا يعني بصراحه يعني معلش يعني كل اللي كنا ما اللي كنت ما اتمناش ان انا اشوفه يعني حصل، بفضل ربنا يعني ما حصلش بالكم اللي كنا خايفين منه جامد قوي، ولكن فرد واحد من مصر يقع جوه مصر دي مش عايز اقول لك هي الجرح اللي ازاي هيتلم جوانا، انا مش عارف يعني انا مش عارف انسى الموقف ده ازاي. فربنا ربنا ربنا يقف معانا كلنا كده. انت عارف ان انا ارجوك، انا عارف احساسك يا احمد، تنزل بقى يعني.